المخلص الموحد لابد يخاف من الشرك. Celui qui a la sincérité et celui qui sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas le shirk. كيف نخاف من الشرك؟ كما ينوب بين بشر بالدعاء avec دعاء كأن تدعو بما دعا به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام بابا البروفيت إن دمن دعاء avec Allah subhanahu wa ta'ala. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام دعا بهذا الدعاء. نعم. الدعاء كن دمني أو الله في مورس كيت مولوين إك مزافا دبي زيدول. بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه. هو أبوان الشرك. بنو باتوم لادا. بالبعد عن المشركين. وستلوين دبي جيمون كيلو شرك. وتقدم معنا أننا لابد نكون وسط في التعامل مع غير المسلمين. لا نتعدى على المشركين لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. مع هذا لا يمكن نشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم وفي لباسهم. ندعوهم إلى الله. نخاف عليهم من النار. نتعامل معهم في البيع والشراء. وسطية في التعامل. Nous avons une modération dans nos transactions avec eux.